كاريير انتربرونور. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. كاريير انتربرونور اليوم ضيفي تعودت به في كاريير جاء في العديد من السنوات، عنده مده ما طلش عليها واليوم قبل الدعوه نتاعنا. مرحبا به زهير مبارك، لو كوتش بروفيسيونيل، لو بروفايلور، لو كونسلتون اي اوسي بينيليست، يحب برشا البرمجه اللغويه العصبيه. واليوم باش يحكي لنا على موضوع مهم برشا اللي هو الخرائط الذهنيه ولا الخارطه الذهنيه، المايند مابينغ، يعيطولها في فرنسا لا كارت مونتال، باش نفهموا هل الاديت هذه كيفاش نجم نستعملوها كأنتربرونور كمانجر، كيفاش نجم تنجح في حياتك عن طريق أدوات كيما هكايا، حاجة ممتازة ياسر. زهير مبارك مرحبا بك، عيشك على موجات إكسبريس إف إم. عيشك عيشك، شكرا لك على قبولك الدعوة. خلنا نعطيو الأنكدوت مثال. زهير مبارك وقت اللي يجي أي برنامج يجيب معاه المايند ماب نتاعو، الوتي هذايا يعيش به طريقة، وديجا قاعدين تشوفوا على الصفحة الرسمية نتاعنا على اليوتيوب شانل لو فيزوال برنامج نتاعو ولا أي حاجة يحضرها عن طريق المايند مابينغ، وعنده علاقة كبيرة بالمايند مابينغ. تنفهموا شنو هي الحكاية، اللي يسمعوا فينا توا كان بالصوت باش تتخيلوا، باش نوصفوا لكم، باش نحكيو، تنجم تعاود ترجع للريبلاي باش تشوف الحاجات هذية بطريقة مرئية بصرية، ولكن توا تخيل معايا وعيش معانا هالرحلة هذية. قبل كل شيء زهير مبارك، شنو هو هالمايند مابينغ هذا؟ كيف فسرتها؟ قلت واحد ايه زيد قول لنا. الوغ كيما قلت انت هي خريطه ذهنيه، فهمتي؟ تعرف عندنا خمسه حواس، اي اللمس والتذوق والشم والبصر والسمع وكل شيء. انجع طريقه التواصل بين الانسان والعالم الخارجي هو لو فيزويل، هو يعني البصر، بصري البصري. ايواش المايند مابينغ توني بيوزان هذا والله يرحمه نقوله توفى، فهمتي؟ هو الانوفاتور ولا فهمتي اللي طلع بالفكره هذه. يقول وانه في عود باش تكتب مثلا تكست او نص بصفحتين، او قول واحنا مثلا باش نقدمه توني بيوزان اليوم، عندك اختيار ما بين تكتب صفحتين او فيه السي في نتاعو، السي في نتاعو او ولا السي في كما قاعدين نشوفوا فيه توا فيه على الصفحه الرسميه نتاعنا على اليوتيوب شانل. سيتي ان ادوكاتور، مربي للصغار وللكبار، سيت ان سبورتيف، هو زاد عنده كاتب زاد، فهمتي ولا؟ ويقول لك لهنا فهمت هاو كتبته مثلا او انتجاته ترجمت الى 30 لغه، اكثر من 30 لغه، باع في اكثر من 150 بلاد. انجازاته هي المايند مابينغ، هي سبيد ريدينغ، الى اخره الى اخره. اما شوف 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 القوه هنا، مشيت في ساعه في ساعه لقيتهم المعلومات، مش كيما تمشي في صفحه فيها ترى قداش من كلمه بالضبط. تلوش ديريكتومون عندك هاو الانجازات نتاعو، هاو شو كتب كتب، هاو الترجمه وكل شيء. وهذه قوه المايند مابينغ. قوه المايند مابينغ في هذا، في انه استعمال الرموز، هي الرموز والالوان هذه مهمه ياسر في المايند مابينغ. بطبيعة الحال مخلطة معها الكتابة شوية كتيبة زادة، وفما كما تعرف فما قواعد اللي يحب يعرف أكثر نجم يدخل على جوجل ويعرف شنية يعني الكريتير كيفاش تكتب وكيفاش يتكون إتسيتيرا. دونك هذا مثلا على سبيل المثال باش نقدم توني بيوزان، في عوض نقعد جمعتين نجم الإنسان ياخذ التصوير هذه ويتبعها، فهمت؟ يعرف شكون توني بيوزان في ثواني تقريبا. خلينا نعطيو معلومة مهمة برشا، في 2015 توني بيوزان كان ضيف الإذاعة هذه في إكسبريس إف إم، كان ضيفي في إكسبريس إف إم، والحلقة تلقاوها على راديو إكسبريس إف إم.com. زوز حلقات جاية بركة لتونس، أنت حضرت فيها بما أنك تحب المايند مابينغ، هذا المؤسس متاع المايند مابينغ. ونعلمكم أنه الكلمة هذه مايند مابينغ ماركة مسجلة باسم توني بيوزان، هذاك علاش الفرنسيس يقولوا لا كارت مونتال، ما تنجمش تستعمل كلمة مايند ماب هكاكا لخاطرها ملك الشركة نتاعو، لكن توني بيوزان كان ضيفي هنايا في جيته الوحيدة، عمره تقريبا وقتها قريب 90 سنة، وعمل سيمينار فيه أكثر من 300 شخص. كنت تشرفت أني استضفته على موجات إكسبريس إف إم في كارير، وحكينا على المايند مابينغ وحكينا على الميموار به. توا عملنا شويه هيستوريك وفهمنا شكون المؤسس نتاع المايند مابينغ، وفهمنا تقريبا بعض القواعد اللي فيهم رموز وفيهم الوان وفيهم جذور ولا دي غاميفيكاسيون واخصان يخرجوا من فكره اساسيه. انت كانتربرونور علاش تستعمل في المايند مابينغ؟ لاني لقيته كاوتي يعني كطريقة تخاطب هي ناجعة إلى أقصى درجة. صدقني من أبسط الحاجات إلى أصعب الحاجات نستعمل مايند مابينغ.
كما قلت لك تو باش قدمنا في الهند تو كما هذه المداخله نتاعي اليوم على اكسبريس اف ام حطيتها لهنا ماين مابينغ تحط لهنا دونك كل المعلومات اللي تحب تقولهم لنا في البرنامج هذا كتبتهم غادي معناها نظره لهنا سي انا مره جاني واحد قال لي قدام 150 واحد في سهره ديني قالوا شنو نحبك تحكي لهم على بروجي دو في 15 مينوت 15 دقيقه فهمت فخدمت على الماين المحاضره نتاعك حضرتها في حضرتها. في خارطه ذهنيه فما وكما تقول احنا صورتها فهمت تصورتها ذهنيا بصريا يعطيك الصحه فوانا نتكلم في مخي نشوف الماب هذاك الخريطه هذيك الجذور هذيك تخرج لي هذه فيها باش تحكي على كذا هذه باش تحكي على كذا كذا اسهل بكثير من انك تحاول تحضر نص ولا نوع حاجه مستحيله تقريبا دونك ديجا ديجا هنا نعطيو حتى فكره اللي يسمع فينا واتيديون ينجم يحضر دروسه بي. يعطيك الصحه با جوستمون جيناها توا دونك من ابسط الحاجات مثلا انسان باش حضر تقرا كتاب نقرا كتاب تقرا كتاب نجم في اخر كل فهمتي شابيتر نجم تعمل ابتي مايند مابينغ تحوصل فيه فما اهم ملخص الأفكار. ملخص لان علاش فما كلونكراج كينستيزيك لو فات اللي انت خديت القلم وعملته وصورته وكذا هذاك يترسخ في المخ صحيح داكور صحيح. هذه حاجه من الحوايج مثلا انك من بعد باش ترجع للشابيتر تنجم ترجع للكتاب طف تعمل هكا تحل تلقى الاهم شيء فهمتي فك الشابيتر هذاك انا صحيح. عندي كتب ساعات نقراهم الكل نعملهم مايند مابينغ ما تنساش اللي باش نعرف باش نعمل منهم فورماسيون ما تيم دو فورماسيون لحاجه مستحيل وحتى وقت نبدا في الماين مابينغ تصنع فيه بالوقت ولا تصنعه من بعد هذه اعطينا السر قاعد تقرا نقرا كل فصل تعمل له ماين مابينغ ولا عندك ماين مابينغ جلوبال لا نقرا الشابيتر انت كل مره كيفاش ساعات تلقاك شيره تحب تكمل القرايه تكمل وقت نحب نرتاح نقف ونجترك المحتوى هذاك وباش يرسخ بالكدا نعمل ماين مابينغ واضح مثلا باهي ننصح مثلا كما قلت انت جبت على يقرا انسان باش يعمل اونتروتيان اي تعرف ستريس نتاع الاونتروتيان اللي حاب يمشي يخدم وكذا فهمتي اعمل مايند مابينغ قول على شنو باش تحكي علاش كذا لو فيت باش تقدم روحك اللي تركز انت وتعملك المايند مابينغ وتحط الالوان وكذا قبيله تو معايا فهمتي ولا شكون بعدها قال لي شبيك كتبتهم وتعاود فيهم بستيلو قلت له لا جوست بور لي ميموريزي هذا كتبته بالقلم بعد عاود بالستيلو مثلا من الاول تعمل بالقلم رصاص ومن بعد عاود على الستيلو نوع من لونكراج هو لونكراج بالضبط سيتي اون لونكراج فيزويل دونك فينالمون ماكش تحفظ لا 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 ما تحفظ حتى شيء ماكش حافظ اما راسخ في مخك الوغ هذا مثلا كيك النوطه الموسيقيه صحيح كل بارتيسيون تغزرها تقراها ماكش ما تحفظ منها حتى شيء باه دونك استعملت المايند مابينغ الاتيديون ينجم يحضر دروسه به اللي يقرا كتب ينجم يعمل ملخصات نتاع الكتب باش ينجم ما ينساش المعلومات الاساسيه من كل كتاب وينجم يحطهم حتى في كل كتاب يرجع الكتاب يغزل هذاك يتذكر كل شيء بالضبط دونك هذه حاجه ممتازه برشا فورماسيون مثلا تكوين حس التكوين تفكر وقت تجي بحذاك لهنا حس التكوين نعطيك لونتيسيباسيون دو ستريس ايوا قول لي هذه تاع نهارين نهارين تكوين نهارين تكوين 12 ساعه تكوين في المايند ماب هذاك كيفاش تحط راه ورينا سيدي سيدي كل المهارات وكل المعلومات الكل حاتهم غادي كل موجود لهنا به احيانا تلقى هو محطوط على روحه فهمتني محطوط على فهمتني نعمل عليه طلع كهو نعرف شو اللي باش يجي من بعد دونك هنا بريز دو نوت نتاعك لكن بطريقه بصريه بالضبط به مثلا كوفيد وتعدينا بالكوفيد صحيح باهي تجيب تلم ليكيب نتاعك باش تحكي معاهم على الموضوع هذا موضوع حساس الناس على اعصابها خايفه على شهريها على المستقبل ما فماش رؤيه ماك تعرف اللي تعدينا به الكل زيد فخذيت وقتي وعملت خريطه ذهنيه على شنو باش نحكي على شنو باش نحكي باش نحكي من الاول الثاني الثالث الرابع تبقى بطبيعه الحال اخذم الاعتبار ماك تعرف لي تكنيك دو كومونيكاسيون دو 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 كريز دو كريز اتسيتيرا تبقى هذا انت بيدك سو ستريس بصراحه صحيح دونك باش تنقص من الشغل احنا لونجو اللي قدامك وعندك كيب كيما قلت لك معناها كان الناس دخلت في الايموشنال ماك تعرف صعيب من بعد باش تريض ف عملت هذا مثلا هذا نتاع جيستيون دو كريز جيستيون دو سا سي فريمون انترنا واضح نتاع الشركه نتاعي فهمتي ولا جيستيون دو كريز قاعد نشوف في ارقام قاعد نشوف في دي دات وي يمكن ديجا لون شنو اللي صار وقتاش شنو اللي صار باش نقصنا الشهاري تحكي زاد على الكاليتي وعلى الايزو برامج الكل اي
عطيت دي ميتافور عطيته مثلا ليكزامبل مثلا نتاع التران، ماك تعرف التران اللي ماشي وقدامه فهمتي شو في شوفر اذا كان ما يعمل شيء يقتل خمسه من الناس، واذا كان يبدل المانات يتعدى على الديرايور ويقتل واحد، اش تعمل انت؟ نقول لهم يقعدوا يتسائلوا، ونقول لهم الشوفر نتاع التران هو انا اليوم، يا باش نضحي اذا كان ما نعملوا حتى شيء راني باش نضحي بكم الكل وبكلنا باش نمشيو في داهيه، واذا كان باش نعمل حاجه القرارات الموجعة اللي نحكيوا عليهم ديما كل يوم وحتى واحد ما قادر باش يعملهم، فهمني رانا نجم نضحيوا بحد، تبقى سور دي كريتير معينين. شنو هما لي كريتير؟ اعطيني فالور تقعد، ما تعطينيش فالور تمشي. دونك صنعتها بطريقه الامثوله لا ميتافور ومصورها غادي مصور فاغونيت مصور قاعد نشوف بعد حد. يمكن فما ناس مش قاعدين يشوفوا فينا يسمعوا فاغونيت وناس دونك حتى الشخص يرى روحه غاديك بطبيعه الحال وراك انت بطبيعه الحال كانتربرونور وكمانجر مثلا. حاجه قويه برشا، وانت تو هذا في حال في الحاله هذه افيشيت وريت الليكيب نتاعك معناها استعملته على لا 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 هذاك المنطلق نتاعي. ايوه المنطلق نتاعي كنت حاطه قدامك قدامي. وقعد نتحاور مع الناس نتحاور معاهم. اي اكثر مره صارت نبذه كبيره ياسر في الشركه. اي قعدت 3-4 ايام نفكر كيفاش باش نطرق لها، عملت لها مايند ماب مابينغ عيطت لهم قلت له اسمع يا فلان يا فلتان راك عملت راهي تسمع فيا توا عقلت تروح شكوني. قلت له صار هكا وهكا وهكا وقلت باش نخرج وكذا، وقلت له هاو في الوقت الفلاني فلان راهو فهمتي كنا مطردين وعنده خدمه قال لي نكملها ومن بعد طردني. قلت له يا رسول الله هذا يطرد رجعنا زاد معنا 3 سنين اخرين فهمتي. فك ليموسيون هذيك ما تنساش انه الانسان غالبا تلقى سوز ايموسيون تحتك الانفعال. صحيح بالانفعال ماك تعرف الكورتكس بتاعنا الفرونتال يقف ما عادش نخمو ما عادش نقولوا كلام ونقولوا كلام ندموا عليه. صحيح فاش لازم العقل هذا افروها اكتب حاجه اعملها نظمها تولي عندك اوفر فيو عندك رؤيه جلوبال شامله سورتو الرؤيه جلوبال تغزر من فوق لان بالجستمان عندك صحه توجبت بالطريقة هذه يقدر عندك مشكلة أول حاجة تنجم تفككها. أيوة. ثم تبوبها فتبسطها فتولي مفهوم للناس كله مقبول للناس كل. صحيح نكرة. صحيح ولا. دونك هذه من جملة الاستعمالات اللي استعمل فيها في المايند مابينج النجم استعملها حتى ولا بروجي 2021 حنا ما انتو تهنا بون حطيت فامي ترافاي ما نفش نوريه لكم في الكاميرا هذه هذه خاص شخصي جوست هكا هكا من بعيد هكا شخصي ولا حطيت جوستومون الور والله اقول لك حاجه اللي حطيته هنا 85% منه تحقق. رسمت الاهداف نتاعك رسمت الاهداف نتاعي جوستومون داير نستعملوا برشا في ترسيم الاهداف ترسيم الاهداف واضح لان علاش اتتروبوزي افروا تكتبش تحب تحاسب روحك سون زيموسيو فهمتني والله 85 في 90% منه تحقق هذا اكيد او دو فاسون هي الفكره احنا عملنا عليها حلقه كامله حكيت بروجي دو في تفكر في بروجي دو في ولا. وتحديد الاهداف من اول حاجات اللي قلتها انت اكتب الاهداف نتاعك لكن هنا تقترحها هنا كتابه بصريه ذهنيه بالضبط. في خارطه ذهنيه باي. في مايند مابينغ وهذه الحاجه المزيانه فما مستوى حتى اعلى في مثلا عندنا شويه وقت مازال اكيد مازال عندنا مستوى حتى أعلى في المايند مابينج. أيوة تصير لك ساعات كريز كلنا نتعدى بكريز فهمتي كسوة مع نفسك ولا مع الناس ولا مع المجتمع ولا مع اللي هو فهمتي ترجع لروحك فهمتي وتحطك الإشكالية هذيك في الوسط في الوسط. أيوة وتحاسب روحك بالطريقة اللي انت تحبها مثلا صار لك ان كونفلي ريلاسيونيل. أيوة صارت لي مرة فعملت مايند مابينج اللي في الاخر ولا اوتوثيرابي يمكن احسن اوتوثيرابي عملتها في حياتي. ايوه تفسر لي الحكايه دي اوتوثيرابي تعاود ترجع له لا مش نرجع ولا هو لو فات اللي خدمته كي تحط مثلا جودينا اعطيت اكزامبل صارت ما تعرف وقتاش مشكله تولي ستكتوريل وقت مشكله التعاود ديما دونك تقول هنا لازم نرجعوا لها نشوفوا لا سورس فوالا لا سورس شوف باي لهنا مثلا تقول انا مثلا عدينا بورتكوا كل ما ندخل الخدمه بعد عام اثنين رغم اللي يحبوا نجاعتي وذكايا وخدمتي واندفاعي وكذا ما راهو يقولوا لي لا خويا راهو ما نجموش نطولوا معاك مثلا زعما المشكله من شكون؟ يعطيك الصحه هذا هو السؤال ولهنا الطريقه هي انك تشوف اذا كان فماشي لو ميم تقريبا نقولوا احنا سيناريو يتعاود مثلا في الاسوسياتيف في السبور مع الاصحاب مع كذا مع كذا الو كي تخدم الخدمه هذه تشوف تقول
تحط لي دومين دو في لي دومين دو في نتاعك الخدمه لاسوسياتيف والحوايج اي سورتو لي دومين دو في غادي نعملوها برشا في ستريس لونتيباسيون دو ستريس انك تو كونيكت لي دومين دو في اللي عندك فيهم ستريس ريكورون ديما يتعاود وتشوف الكونتكست شنو هو وشنو اللي صار وعلاش سورتو تمشي توصل حتى لي فالور خاطر ديما في لي كونفلي هذوما ماك تعرف لي كونفلي دو فالور هما اصعب حاجات اجيري دونك كي توصل الغادي باش تلقى نفس الفالور هذيك اللي موجوده في الاسوسياتيف في السبور في كذا في كذا مثلا كي ناخذ نرجع للمثال الاولاني هو انه قلت تخدم في بقعه او تتعامل مع ناس بعد عام عام ونص رغم النجاح نتاعك كل اندفاعك وخدمتك وكذا ومن بعد يقول لك اخويا لا ما تنجمش تطول معنا فهمتي سي سا سو ريبيت في 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 برشا حوايج فهمتي افيك المايند مابينغ فهمتي تنجم تخدم الخدمه هذه وتوصل لحاجه هذه فكره حلوه برشا خلينا نعطيو بعض الافكار الاخرى خاطر توا نحكيو زاده على الكوفيد اللي حكيت عليه انت زاده هز العباد لعالم الديجيتال وتوا ولات فما منظومات ولا منظومات معلوماتيه فيها خريطه ذهنيه كيما باش نعطي سيت تنجموا تستعملوه خاطر فيه ثلاثه خرائط ذهنيه بلاش من بعد كان تحب تولي العدد معناها لا يحصى كيكا تخلص فلوس اما هاوكا البلاش اسمه مايند ميستر مايند ميستر هذايا الحاجه الباهيه اللي فيه اللي تنجم تسالها صحابك باش يعمروا معاك المايند مابينغ دونك انا قاعدين تخدموا في مشروع ولا تخدموا في حاجه ما بعثكم بطريقه تعاونيه اشتراكيه كامله تبعث لهم ميل تعطيهم اللين تعطيهم الاكسي دونك يوليو عندهم الحق في الاديسيون انهم يبدلوا حاجات ونبداو نصنعوا فك الجذور ونصنعوا في المشروع طريقه فيجوال القوه نتاع مايند ميستر ميساج خاطر ديما نعطيو دي زوتي زاد يصلحوا ونحاولوا نزيدوا في القيمه بالنسبه للمستمعين نتاعنا من بعد تنجم تردوا بي دي اف من بعد تنجم تردوا سومير كيما تقول انت الفهرس نتاع كتاب دونك يعمل لك بليزيور كونفيرسيون انتريسونت اللي تنجم تخلي تراس بي في دو ريونيون تاوي تكتب بالمايند مابينغ برشا حاجات دونك هذوما حلول قويه برشا انا شخصيا نستعمل فيه مع الناس اللي نتعامل معاهم نعملوا بلاتفورم كولابوراتيف فيها مايند ماب والناس تدخل تعمر وبشوي بشوي يبدا يكبر المشروع خاصه وقت اللي نحبوا نعملوا ابتكار ابداع نوع من الانوفاسيون نخرجوا برودوي جديد نخرجوا حاجه خلي العباد تستعمل الذكاء الجماعي شنو رايك يعطيك صحة والله هذا ماذا بينعرفونا تتعرف عليك تتعرف عليك هو أنا محالة على فكرة اللي الطريقة اللي تستعمل فيها هي أحسن واحدة خلينا نقولها للمستمعين الكل أحسن حاجة بالليدين أحسن حاجة نستعملوا الستيلو نستعملوا الماركور نستعملوا الألوان وأحنا بيدنا نصوروا يمكن الديجيتال خاطر زهير مبارك كان يحكي على لونكراج لونكراج على الديجيتال مش كيما على لونكراج انك تعمر على الورقه الورقه بالالوان وتبري القلم وتبري القلم وتعمل بالقوم والجو هذاك الكل مش كيما الديجيتال بكليك تفسخ وبكليك تزيد والمايند ماب يولي بارفي خاطر هو لازم يكون فيه النقشه نتاعك اي ماذا بيك اللمسه الانسانيه معناها دونك فهم برشا حلول حلوه برشا معناها حبيت نبارتاجيها معاكم على حكايه المايند مابينغ كان لخص في الاخر نتاع البرنامج المايند مابينغ صحابه فلوس فيها الفكره الاساسيه من بعد تخرج منها تفرعات بالضبط رموز والوان هذا ايش قلت لنا فما قواعد قال لكم زهير مبارك ادخل شوف القواعد صحيح على خاطر الجذور هذوما فيهم طريقه نتاع زينه لكن منحبكم زاد تصعبوها على رواحكم باش تلقاو ناس راهو سي دي زارتيست معناها تقول تابلو المايند ماب نتاعو تحب تعلقوا في كواترو لكن مش على بورتي دو طول موند الحكايه هذه ما تصعبش على روحك ما تحاولش تكون بارفي في الاخر شنو تقول لي زونتربرونور لي ماناجور لي يسمعوا فينا بالنسبه للوتي هذا والله جربوا قول لهم قول جربوه انا جربته كما تعرفني من 2015 صحيح كما قلت لك معناها في الصغيره وفي الكبيره حتى دي ديميناجمون راه اي مشروع اي برنامج اي هدف على خاطر ساعات واحد يحب يشد كل شيء في مخه ونقول انا خلي باش تحضر عرس باش تحضر استعملوا على مايند ماب بطبيعة سهره عرس سهره ايفينمون على مايند ماب اي حاجه انا نقول علاش تحط في معنى خلي مخك للحوايج اوت فالور اجوتي والحوايج هذه عملها يدويا راهي سهله وحلوه وتوما مونتاج ترجع للورقه هذه تلقى فيها كل شيء وتي قوي برشا بارك الله فيك شكرا ليك زهير مبارك كوتش فورماتور وبينيليست واليوم حكينا على المايند مابينغ الخريطه الذهنيه تلقاو الريبلاي على الصفحه الرسميه على الفيسبوك اكسبريس اف ام على اليوتيوب شانل شكرا برهان كنت معايا في الاخراج سليم كنت معايا في الاخراج الرقمي فارس منسويلا حييكم نلقاكم غدوه في نفس المواعيد ديما في كارير على اكسبريس اف ام بسلامه.